مازن ماضي سي او لفارس ماضي اتكو نورتنا بوكسينج ميلا. كنت خبرنا اكثر عن الشركه اللي موجوده وشو أسست بسنة 52. It's a family business. نحن بنشتغل بال tools, hand tools, hardware. أنا شوية فاتين شوية بالسانيتري قصص للهاوسهولد وكمان فيو الكتريكال ايتمز يعني. هلا بالاساس نحن كنا بس تولز هاردوير وقتها كنا وي يوز تو كفر جاست المحلات العدد والخردوات بلبنان. هلا ليتلي بلشنا نفوت على الجراند سيرفاس بدنا نفوت على المولز على السوبر ماركتس توسعنا صرنا عم نروح اكثر يعني عم نزيح شوي عن الايتمز الاندستريال وعم نروح على الايتمز اللي هي اكثر خارج الهاوس هولد خارج ال وعم نبيع قصص صرنا كمان يعني سانيتري قصص الكتريكال عم نروح اكثر على هيك اشياء. كيف لقيتوا وجودكم ببروجكت ليبانون هيدي السنه؟ كثير منيح هلا كبدايه اليوم اول نهار كثير منيح وكل سنه عم نكون احسن من سنه وعم نحسن الفيسينغ تبعنا. السنه جايبين براند جديده اسمها كاندو هاي كواليتي تو هي جوين فينتشر بين تشاينا وتشاينيز كومباني وجوين كومباني. لا والتجاوب منيح من الزباين عم يجوا وعم تعجبهم ولا ان شاء الله خير يعني متفائلين نحن بالنسبه لهالبراند كثير حلوه. بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله هيك بنشوفكم بالنسخه القادمه من البروجكت. ما تصيروا كثير عذبتك فانا